حضنه بعلب الايس كريم، نخزن فيها الملك وضعها محكم، نحطه في الفريزر من سنة للسنة تمام. او علب العصير نحتفظ بيها برضو، وبرضو من سنة للسنة ليها في غطا ده ممكن يركب عليها يقفل كويس خلاص، او ممكن غطاها الاصل الهنا والشفاء. ودي احسن طريقة لتخزين المانجا من سنة للسنة، المانجا احلى مانجا البلدي في العصير والزبدية، اما السكرية ما تنفعش نهائي للعصير.